الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله. لي ما نطولش عليكم بزاف لأنني خصني نبدل المحطة. غير بغيت نقول لكم بأن الفقيه الساحي ممنوع عليه يلقي الخطبة تاع الجمعة، لأن كاين انتخابات وعارفين توما بأن الفقيه الساحي ملي بدي يعطي الخطبة غادي يتقرع ويرجع خطبة سياسية. فلهذا وزارة المخدرات والأراضي ديال الترابي منعاتو بأي قانون ما عارفينوش. هي تعرف في المغرب ما عندناش الحرية ولا السيستم باش تجي الحكومة ولا أي قرار خلالو الوزارة والحكومة. عندنا هنا في الإنجليز وعندكم نتوما العيو هنايا وهنايا، حنا نقدروا ندعيو، ولا هادشي ماشي مصلحة القانون ديال الشعب. ولكن حنا قلنا ما خلينا باس. ودابا كنت الفقيه الساحي وصاني انايا، قال لي ودي نتايا مع نتايا دائما حاضر فين حاضر ما عرفتي، قال لي دير تكلم باسمي، وانا في هذا باسم الفقيه الساحي. وكي دابا راه مابقاش ساحي، دابا راه كيلا. قال لكم بانه ترحموا على مصطفى اليانكي، هو كون عطاتو الفرصة باش يلقي الخطاب كون راه تقرع، لأنه دابا حنا غادي نطلبو من نتكلم بك اللغة ديال بارلي فرونسي، سيرفيس كونسيلير ديال نيويورك باش يوقفو معاه ويرجعوه لبلادو الخميسات. على ما قالوا بأن قالك بغا يمشي، ولكن هو ميت كيفاش قالها، معليناش باش يمشي حدا والديه. ولكن هذا هيز ويشز، حنا وي هاف تو ريسبكت ات. إذا كان هادشي اللي بغا يتمنى، حنايا ما علينا إلا البلاغ، ونطلبو من القنصلية في نيويورك باش يعملوا أي مجهود لديك الوزارة ديال الجالية ولا الجاهلية. وداك داك بوصوفة رئيس المجلس ديال الجالية يوقفوا مع هاد السيد، هاد الفيلسوف، فيلسوف ولماذا كيشوفوا غير الكومنتير اللي كان تيحط ليا، فلسفة. أنا جاب الله عندي المغربي تعرف شوية تيتفلسف، هو اللي يفسر ليا داكشي. أنا منعرفش، أنا مقاريش، أنا اللي قلت لكم شحال هادي مقريت، علاش؟ فلهذا دابا أنا من هذا المنبر، هذا المنبر غادي نترحم عليه في التران. ولا غنترحم عليه في ما جاتني النوبة، غادي نترحم على هذا اليانكي مصطفى، غادي نترحم عليه في ما كنت غالي فيه. قال لي واحد أنت سكران، وأنت سخوك الترحم، ماشي حنا لا، وين غندخلوا للديانة تا واحد يترحم على الميت، ولي أنتم راكم منافقين والله إلا منافقين. فلهذا أنا من هذا المنبر الله يرحمه، الله يوسع عليه، والله يديه للجنة. حتى حنا هو السابقون وحنا اللاحقون. المره كيولوا غنتبعوا عليهم معليش. هو هذا اليانكي ما بغاناش نحزنوا، ما بغاناش، بغينا نكون فرحانين. وي هاف تو سيليبريت هيز لايف، وي هاف تو سي، خصنا نحتفلوا بالحياه ديالو. دي ماشي بلا لا، نحتفلوا بالحياه ديالو. لان واحد الانسان واحد، انا غادي هذيك منى داك البرنامج ديالها ديال اللايف، ما عرفت كيفاش غادي يكون هاو اللايف، منى اللايف هاو ويل سيرفايف ويز اوت اليانكي. الله يلا نتمنى انا هيز الروح ديالو ولا كل الملائكه ديالو يكونوا حاضرين داك البرنامج ديال اللايف ديال منى. نتمنى كاع دوك المتدخلين يجبدوا يسميدوا ويديروا بحال كان معاكم هو تما. ايوا هادشي يعني نقول دابا انا قريب لاكار باش نمشي ندير. فلهذا الفقيه الساحي تيقول لكم سمحوا لي، لان الوزاره واش الوزاره الداخليه ووزاره المخدرات والديانه وداكشي ما
مانعين وقال لي ان هذه الحمله انتخابيه ما بغاوش يدخلوا الديانه في 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 في, 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 في الانتخابات. وقال لهم هو قال لي ما نتكلم على والو، حتى بغينا هذيك 17 مليار اللي خادم اخذوش يرجع لي باش نخسروها في المساجد، هادشي اللي قال لي هو. ولكن ما عليناش، اما حنايا 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 انا شكون انا بوحدي ولا معيش واحد بنشوف واو في المرايا شتوه، ما عليناش. فلهذا حنا قلنا في انا عندي الحق نتكلم لان انا في حملة انتخابية، حنايا قلنا لهم غادي ندير واحد البرنامج ديال المسلمين الغير المنافقين، غادي نشجعوهم باش يمشيو للمساجد ويصليو ونطلبوا من الإمام يطبع لهم في واحد الكتاب، وهذا في آخر السيمانة هي الجمعة من بعد صلاة الجمعة غيجيبوا لك كتاب عن أي بار في أنحاء المغرب لا من الأندلسية حتى السنغال، يوريه البار ديال لورد ابي ويعطيهم اي واحد كمل 7 ايام ديال الصلاه من الاخوان المسلمين الغير منافقين. حنا بغينا نشجعوا الاسلام، نشجعوا الاعضاء ديالنا باش يكونوا مسلمين غير منافقين، يمشيو يصليو والامام يطبع لهم بانهم كانوا حاضرين في كل يوم وفي اخر السيمانه يمشيو اي بار. البيرة الأولى فابور، الثانية هارف برايس أمكن نص ثمن، والبيرة الثالثة ربع ثمن، ومن بعد يدبر راسو عنده باش يكمل، مرحبا بيه ما عندوش غادي نسلفوه بيرة أخرى، صافي غادي نسلفوه بيرة، ومن بعد يخرج بحالاتو، ولا يبقى يتبقلع في البار شي واحد يخلص عليه. حنا غادي نشجعو الأعضاء ديالنا باش يمشيو للحلم، دابا المساجد خاويين ما فيهم ما يدار. ولكن حنايا المعهد الشريف السامي العالي الملكي العلوي المغربي العسكرية وين الأعضاء ديالنا يمشيو يروحوا للمساجد ويكونوا أكتيف فهمتي، ويناقشوا في المواضيع ويتكلموا على حقوق السكيري ويحاولوا والإمام تا هو الإمام ديالنا غير هو مسكين هذيك وزارة الكيف والمخدرات تخلصوا ايوا ما خصوش يبين، ولكن هو العضو عندنا محمد حنايا في المعهد ديالنا ما تعرفوش تسمي عباد الله الا لا كونفيدونسياليتي نحترموها. هادو كاع الائمه تقريبا 75% ديال الائمه ديال المغرب كلهم اعضاء عندنا، تعجبهم شويه كثير يكتبوا مسكين على سكوتر. فلهذا انا غادي في التران ما باش نجبد البيرة، لأن قالك أنت تكلم على واحد ميت وحاط البيرة واش نحط لكم الكسكسو، راه الحاجة بيلار مشات دارت العشاء راه جات دارت العشاء، ولكن المغربي ما بغاش ياكل منه، قالك كوراتو بيديها خاف دير لي شي لعيبة منين باش ولكن راه دارو راه كالو وشربو مسلاح كالو. قلت لهم تبرعوا لحوية يوسف هذا في الصندوق تنجيو الحسن، داروا العشاء دابا ملي غنمشي انا غندير كاس كروس، معليش هذا حنا نترحمو على يانكي داندي، يانكي داندي يانكي رحمه الله، وديك مونا ما عرفت كيفاش غادي هاو شي ويل سيرفايف، هاديك اغنية هاو ويل سيرفايف هاديك اغنية ايوا معليش اللايف كوز، ولكن يانكي بغينا نكونو حنا فرحانين. We celebrate his life. We celebrate his life. داكشي اللي بغا، that's his wishes. ما بغناش نحسنو. أنا نشوف المغاربة هادو، شوفوا لي كومونتير اللي كان يخلي ليا. عجيب، أنا ما تعرفش، ما قاريش الفلسفة. ولكن المروكي فيلسوف ديال الأرفاء، تفهم المعاني، تترجم ليا، قال لي عالج لي كل. يعني داكشي كيكتب لي ما نعرفش انا عرفتي جاهل وباقي جاهل، قال لي واحد الله يهلا، قلت له ودي الله يلقاك حتى امي الدولة يا واحد ودي اخي يانكي مصطفى الله يرحمك في اليوم الجمعة، ونطلبوا مع الاخوان المسلمين المنافق يوم الجمعة ترحموا على مصطفى اليانكي، يوم الجمعة ترحموا على مصطفى اليانكي، يوم الجمعة ترحموا على مصطفى اليانكي.
هو هذا. والله الله يوسع عليه والله يديه للجنة والله. وما وي غانا بي لوست وداوت هيم. خلى واحد الفراغ في لا كوميونيتي ديال اليوتيوب. هذا مكترف داك البرنامج ديال موناليزا. ايوا هذه الدنيا ما عليناش. هو كما يقول أغنية يو اولويز ان ماي مايند يو اولويز ان ماي مايند. قال لي واحد ما تبكيش لي ما تبكيش لي انا صافي. هذيك المره كنت نتقلق في اليوم وقال لي انا عارف بلي قريت الميساج هو باغي نفرح وننشط. فوالا فلهذا اودعكم انا وصلت الى رامز جيت. I'm gonna change a train and good night and good day. ونراك وعاود نكرك مزيان ان شاء الله.